وانا صغيره. خويا كان عنده بسكليت وكان يلعب في الشارع وانا ما كنتش نلعب في الشارع وما كانش عندي بسكليت. كنت نحب نتعلم البسكليت اما ما كانش عندي الحق. كي كبرت قريت وكملت قرايتي وليت نخدم، خديت برميل تاع كهرباء ونسيت حكايه البسكليت. وبعد ديرنييرمون في مارس 2018 صاحبتي ديما تقول لي كيفاه ما تعرفش البسكليت، كيفاه ما تعرفش البسكليت. قلت لها اوكي ما نعرفش نسوق البسكليت الله غالب. قالت لي هاي فما فيلو ايكولي جا. On donne des cours pour les adultes qui عملوا شويه قبل ولا ما عمرهم عملوا فيلو. Donc on est en train de les encadrer ونحطهم sur une base sur les vélos. نعطيهم les vélos ويخرجوا في البارك ونعملوا دوره معنا. برشا نسي بالحق في الفيلو ريشون في الفيلو ايكول عندنا presque 80% 90% نسي. De tout âge زاد من 5 سنين حتى 60 و70 سنه. دي زني نحلم اللي انا على بسكليت ونجري. وقعد ديما معناتها ديما ترجع لي ولات لي كل ومعناتها ديما نقول يلزمني نتعلم يلزم سولمون فوالا جو مو سوي بري توا خاطر جو مو سوي بري خاطر لقيت هذوما خاطر ما لقيتش شكون يعلمني في الاول يعلموني ليكيليبر وما غير ما ندور ساقيه معناتها جوست ساقيه علموني كيفاش ليكيليبر ومن بعد الانستركتور هذاك سعلي قال لي توا باش تدور البيدال وتمشي وكاهو أوكا نطيح تحت برشا مرات ومن بعد نلقى متى بقى يعزرق ما يهمش المهم نتعلم أنا شدة صحيح يلزمني متى ما نسلم إلا ما نتعلم ولي نعلم. نقوم الصباح نمشي بها للخدمة نحطها في الباخ عندنا بتي باركينغ الحمد لله ديزاكروش هكا فيلو في الخدمة نتاعي. Et puis nous خرجوا بعد الخدمه نخرج بها ديريكتومون سي فو جتي تاو نحاولوا ما عادش نحب نخرج بالكهرباء سورتو البقعات القريبه وتبدا عندي حاجه رزينه دونك نحط لها حاجه من تالي ونمشي بالبسكليت ونقضي باش ما عادش نخرج الكهرباء بوغ دي بتيت ديستانس اي بي نحب نحوس كان نلقى بقعه فارغه ما فيهاش ماذا دونجي وكل نحوس بالبسكليت باش كيما تسوق في الكهرباء كيما تسوق بالبسكليت في الكهرباء تحس روحك مسكر عليك ما تشوفش حتى الشارع ما تشوفش حتى العباد انا هكاك في الكهرباء نسكر الشبابك ونخلي روحي انفيرمي ونحط موسيقى وما نشوف حد نشوف الشارع نشوف كي وليت ندور بالبسكليت وليت نشوف العباد ونشوف زاد الفيل اوترمون اكتشفها ما كنتش نعرفهم نتعدى عليهم كل يوم وما راهمش ترى كان الرجال يدوروا بالبسكليت تعرف كي نشوف امراه على البسكليت وين نسكر جو لا رومارك خاطر سي تيلمون غار اللي اون رومارك وسي سوفون دي جون في مش نساء في القروان اختي جبتها لهنا وعلمتها اما هي تسكن كم في القروان معناها كي قالت مش نشري بسكليت وباش نهز ولدي للروضة بالبسكليت ناس كل كيفاه نشجع عن أي إنسان يحب يتعلم يجي يتعلم ونقول له راهي حاجة سهلة برشا متصورتهاش أن تكون سهلة هكا